متابعي الاوفياء، مرحبا بكم هنايا اقليم قلميم باب الصحراء. هنايا وسط الجبال اختاروا واحد النقطه استراتيجيه ما بين هذاك الجبل اللي ملي وهذاك الجبل، بانوا لكم ها الجبال مشاو منين حتى لديك البلاصه وسدوا على واحد الجبل، وشاو منهم يسدوا على واحد الجبل، خلاو واحد الفج تما فين داروا البهرج من هنا. هادو جبال مشاو من هنايا، كاينين جبال مشاو بحكايا جيت اسا والزاك والمحبس، هاد الاتجاه مشى النواحي ديال تغجيشت، وهاد الجبال من هنايا جا البوزكر. دابا عندنا ثلاثه ديال الفجوج، الفج الاولاني هو هذا، يجي مع واحد الواد، وهاد الواد هو شم وصلت ليه الطوموبيل تما كاينه، والثاني الواد الثاني هو هذا جاي من تغجيت. جمعوا مرحبا الله يعاونكم. وعندنا واحد الواد جا من ليه، عندنا واحد، عندنا هذا جوج، وعندنا هذا اللي جاي من عندنا واحد ديال المذكر. نيت تجمعوا كاملين تحبسوا تما كاينه، من تما كاينه تسمى واد اخر، واد صياد. هادشي اللي بان لي، لان بانوا لي البلايك تما كاينه واد صياد. هاد المنطقه تغجيشت تيمولي بوزكر. دابا حنا خرجنا هنايا فواحد البلاصه، غادي ندورو مع هاد الطريق من غادي ديك الطوموبيل، غادي نمشيو لهاد الجهه باش نخرجوا لتيمولاي بوزكارن. واخا ليكم معايا جينا من هنايا كما كتشوفوا، زدنا على واحد المجموعه ديال الواحات جميله رائعه، ودخلنا لهاد المنطقه، هذاك لا كوليج كبير هنايا ديال تيمولاي. دخلنا لتيمولاي، هاد البلاصه كتدي لتغجيشت، حنا ما غنمشيوش لتغجيشت،
وهاد البلاصه كتدي لبوزكر تغجيجت طاطا هاد اتجاه تيزني تيمولي. حنا غنزيدو واحد شويه تلينا وغادي نطلعوا الافران ندخلوا مع عندنا واحد ديال الافران الصغير. عندنا واحد اللاعب ديال كره القدم معروف متابعي الاوفياء ولد هاد المنطقه ولد افران. كتبوا لي السميه ديالو تيمولاي تغجيش طاطا وزكار انت زنيت. وعندنا هنا ندخلوا لنا هي افران الصغير. واخا خليكم معايا دايزين اخوتي. قربنا لهاد المنطقه ديال افران وجميله الدنيا واعره تعجبكم. هادو البطوات باقي نتعقل عليهم بكري. هادو هما البطوات اللي كانوا بكري شتو كيديرين. ابي حيدو معوضهم بزو ديال السلك ودي العروسه هي. وهذا هو المشروع. هذا مشروع شو كيدير ديالاش تطهير سائل ها افلان افران كذا زيد الصفقه كذا. البرنامج الوطني للتطهير عندهم 12 الشهر 2023 يعني خصهم دابا يكونوا ضاربين فيه يكونوا قريبين يسالي زعما كاع عندكم انتوما يعني غير هاد البانو. شو هاد البانو مازال غادي يطيح يعني خاصين وشكايلات من الفوق. شو اجي نوريكم باش شو خاصين وشكايلات من الفوق. شو خاصو بحال هادو اللي دايرين لنا صغار خاصهم يتشدوا من الفوق من اللي يشدوا من اللي. واحد الضرب لهنا واحد الضرب هنا. هذا مازال غادي يطيح هاد البانو. عقل فين قلتها لكم البانو مازال غادي يطيح. هذا البانو مازال غادي يطيح. نمشيو اخوتي مع الطريق من هنا نكتشفوا شنو كاين في وسط الجبال الاطلس الصغير. واخا خليكم معايا. وصلنا لهاد النقطة. نهار كبير هذا. الله يستر امرك سير. الله يستر امركم. بارك الله عليكم. منطقة تيمولاي وصلنا لهاد البروجي. جايبين اليوم واحد الطريق كيصلحوها اليوم. شو هما دايرين بعد السينياليزاسيون دايرين المسائل. شو هذا هو تيمولاي الخرجة ديالو من اللي هادوك الجبال هو فين كاين البراج في داك الراس ديال داك الجبل الاخر ديال داك الجبل تما فين كاين البراج. هادو هما الويدان اللي كيهبطوا للبراج. كاين عندك هذا واحد من هنايا وواحد جاي من وراء جبل تغجيش والاخر هابط من جهه مذكر من اللي وكيتجمعوا كاملين في البراج ديال سد فاسك. هما كيديروا لنا واحد البورتيك. شو هذا ديال الماء. شو الواد اللي جاي من هنا الماء اللي كيتجمع في هذا البلايص كيطيح هنا ومن هنايا كيخرج اتجاه سد فاسك. شوف شحال دابا من واد كيطيح فيه. ثلاثة الويدان ثلاثة الشعبات اللي كيطيحوا فيه. كاين الشعبة ديال بوزكر واحد وكاين الشعبة
الثانيه ديال هذه ديال شي مولاي ديال بوزكرن، والاخرى ديال تيرجيت، هما راه ثلاثه كلهم الماء ديالهم ما كبقاش كيضيع. دابا غيولي يتجمع فهنايا، راه كاين هنايا واحد 48 قطار جهه البراج بالضبط. دابا البراج تضرب بحال هكذايا، وهاد الجهه من هنايا اللور ديالو من القدام هي من البراج اللي هنايا كاين واحد 48 قطار لقيناها في الطريق دايرين فيها للبيع. اللي بغى يستثمر تما كاين الفلاحه، راه البلاصه مزيانه ماشي هنايا، هي الدنيا زوينه سمعتوني. خليكم معايا، راه القضيه ناضيه.